أثابكم الله. هذا سائل يقول أن والده توفي قبل أشهر وأنه الابن الأكبر وهناك ضمن الورثة قاصرين، ونريد بيع بعض السيارات، اتفق الورثة على ذلك جميعا، وذهبت إلى المحكمة وقالوا لي اذهب إلى المحامي علما بأن السيارتين لها كلفة. السؤال: هل يجوز أن أبيع سيارتين أم لا دون الرجوع إلى المحكمة؟ لا، ما يجوز إلا بالرجوع إلى المحكمة. إذا فوضت في المحكمة، لأن فيه قصار، فيه من الورثة قصار، فلا بد من استئذان المحكمة في هذا. نعم. أما لو كانوا كلهم كبار ومكلفون وعقلاء وفوضوا فلا بأس، لكن إذا كان فيهم قصار لا، لازم من المحكمة. نعم.